مجال للهروب from golden boy in black rohir black rohir black rohir أنت الآن في المحك إما أن تبقى هنا أو أن تغادر وتطير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، حياكم الله وبياكم مشاهدينا الأعزاء في أعظم محطات هذا البرنامج، محطة البليغرو اللي من خلاله نكشف الستة أشخاص المغادرين لمحطة البليغرو، أيضا نعلم ونعرف من هو الشخص المغادر اللي خلف الباب، أيضا نتعرف معكم من هو صاحب الحصانة الأسبوعية. أجدد الترحيب فيكم وباسمي واسمكم، أجدد الترحيب أيضا بالمتسابقين الكرام. زي ما تعرفون الروتين مستمر على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى اللي هي اكشف البليغرو، والمرحلة الثانية اللي هي كشف الحظ، والمرحلة الثالثة اللي هي سلف نفسك، وبعدها نتعرف أنا وياكم من الأشخاص اللي داخلين في منطقة الخطر في محطة البليغرو. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وخلونا نبدأ رحلتنا عشان نختمها بيا طير يا طير روح فمان الله. خلونا نبدأ القرعة مع أول مجموعتين بيشرفوني اليوم في محطة البليغرو. أنت الآن في المحك